تركت اليوم معاكم هي تراين. طبعا انت ما تلاقي البيت متغير قوي صح، لان طبعا انا مسحت لعبه ماينكرافت غلط وكل المابات اتمسحت اللي انا عملتها. فاضطريت ان انا اروح سيرفر واشتريت بيت بكام دايموند، ب 64 دايموند يعني دست. انا كان ده انا هوريكم البيت الاول اللي انا اشتريته، سيرفر حلو. بص بقى، اولا اضغط على دي تشغل نور، بعدها ده باب يودي للكهف، وده برضو، وكمان احسن حاجه فيه في فواتير. بس انا دلوقتي الوحيد اللي في السيرفر، انا دلوقتي الوحيد يعني، وفي فواتير ميه وكهرباء. انا هوريك الميه دلوقتي. شغل النور ده ده ده. اوكي شغل النور ده. طبعا يا شباب الحمام هوريه لكم. تيو لما تخلص تقفل ده، بعدها تعمل تاخد تعمل كده وتاخد ده، بعدها تعمل كده وتحط ده هنا. دي طبعا استنى اوكي ايه سنه عليت في الصفحة. اوكي انا طبعا دي بعملها لما اروح في التينة في اللعبة. استنى اوكي، وبعدها دي تغسل ايدك ووشك، ودي ودي كمان اوكي. استنى يا شباب، ازاي كنت بقعد عليه؟ استنى بس المهم اللي انا بعرف اقعد عليه اهو. رايت دلوقتي يا شباب، طبعا انا مخلص، وبعدها بس كده لفت المايه. دلوقتي هقفل الكهرباء بس عشان لما تيجي الفاتوره ما تكونش كتيره، هقفله بس عشان ده. اوكي رقم حاجه كده كده اصلا ما فيش حد في السيرفر دلوقتي، يعني مش هاخد فواتير كتيره. الشباب على طول اصلا دي مشغلها مش عارف ليه، ودي برضو شغالين الشمع. اوكي بسم الله. طبعا البيت مجهز بالصيفون. استنى اوكي، دي طبعا وانا كنت بغامر مغامر كان. اوكي دي طبعا الشباب لقيتها مع البيت برضو في الصندوق ده برضو. انا قلت اللي عاملينها جريتي بس مش مكشف. اوكي سمعين الصوت؟ ياه انت فاكرني على ايه يعني؟ افتح الباب. قم هيا. اوكي صحيح ما نمتش، لازم انام عشان اعمل سبون بويت. اوكي بسم الله. انا طبعا الفيديو هيكون مدته كام دقيقة؟ كام؟ 20 دقيقة زي ما انا قلت يا صديقي. استنى 20 دقيقة هوريكم بس البت موجود في موقع ايه. هذه الاحتسيات. اوكي طبعا ده السد تلاقيه من تحت، ده بيفصل بين المية العذبة والمية المالحة، وكمان بيفصل من السمك والزومبي والكريبر. المهم المهم نروح للكبيرة. كريبر كورة يا لهوي، انت جه منين؟ والكيك يا شباب بيفصل بين السمك والزومبي. لا ما عنديش اكل بليز دونت كيل مي. اوكي يا شباب لازم نشوف اكل. بسم الله. المغامرة في ماينكرافت، نار الزومبي ينحرق مش فاهم. الحصان ده من اول ما روحت البيت وهو عمل اوكي بتموت موت. الحمد لله مات. اوكي يا شباب ما عنديش اي حاجة. اوكي مش مهم. خنزير انا يا شباب خنزير ده عايز يستخبى صح؟ انا هوريك ازاي تستخبى. بس كده جيب لحم شيب، يلا شيب يلا ضربني ليه يلا خد يعني يا كوت
يلا يا شباب، في عناكب. استنى، عجبها جابتني. تدخلوا بسبب كشيب؟ لا مش عايزين. لا لا، كله بيهاجمني او لما بضرب الناس ليه. يلا. لا واي، ايه الهجمات دي؟ ايه الهجمات دي كلها؟ عمالين يهاجموني كل ال... اوه يا شباب، بتاع لازم احفظ احساسيات بتاعي عشان ده مهم. اوكي ده بيتي. طبعا متلاقوا الكف تحت الدرت ده، كف حارق موتين. لا واي، موتين موتين. نيو نيو نيو، استنى احارب دلوقتي حبيبي. اوكي تعال معايا، كم تعال تعال يلا، بدل ما اقتلك خد عشان انت. هورس واز رين باي ستيف، الحصان مات من قبل ستيف. بس انا عايز اغير الاسم، بس مش دلوقتي اغير الاسم. واو ده فعلا. اوكي شباب، دي طبعا هو فين حكومة صحيح؟ المفروض ده سيرفر، سيرفر في سيرفر مصر، مصر. اوكي فين الحكومة؟ المهم ما فيش اي حد في السيرفر. انا وحيد بس اللي في السيرفر. اوكي بسم الله. نياو اي هيرت راين هاوس كما تعلمون. بدأ دقيقة دقيقة. اوكي يا شباب لازم تصد الدقيقة دي، دقيقة بتهرب. ايه ده؟ عندي فكرة يا شباب. لا استنى يا شباب، ياه. اوكي اهي. ايه؟ لا 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 لا. ايه خد، لازم اطلع شباب. شفتوا يا شباب؟ ده كله عشان انا كنت عايزه اقتل جريجا. هي ده كله عشان انا عايزه اقتل الدجاجه، كنت عامل بيها صوص الدجاجه. اشمعنى يعني انا ده كله يا شباب؟ عشان عايزه، كنت عايزه اقتل الدجاجه، بس ده كله بس عشان دجاجه واحده. لا حول ولا قوه الا بالله. اشمعنى؟ اوكي لازم اقتل الدجاجة دي مهما صار، لازم اقتلها. فين هي؟ وير يا كلبة؟ هيت هيت، ما حيش اي حاجة تخليني، خليني ابعد عنك مهما حال. اوكي سعدت. اوكي الدجاجة دي هتودينا فين؟ نلحقها وخلاص يا شباب. ماشي نوديها، هتودينا فين؟ اوكي انا اسف، هو ده سيرفر ايه يا اخي؟ خد خد، مت مت موت. ايوه وده حصان، نفس الحصان برضو اللي بيلحقني. اوكي يا شباب انا بعدت عن بيتي موت. ايه ده؟ هتلاقي واحد كان في السيرفر تلاتة مش عارف والله ده ايه، بس المهم يلا قدام. السد السد السد، شباب ايه رايكم ادمر السد ده؟ انا كده كده وحدي في السيرفر، يعني ادمر السد. سنة كل اوكي نمر السد، بس محدش يقول لأي حد يدخل السيرفر. بسم الله دمر السد. اوه دمرت السد بسرعة. عوم عوم عوم. اوكي يا شباب، اوكي هدمر السد دلوقتي. بسم الله هتا. الله لازم اخد نفس. شباب تحت الماء يا شباب.
اوكي ده مش سد. بموت على اكسجين. اكسجين. كنت انا اموت. السد ده ازاي عملوه؟ عندي فكرة. بسم الله. اقتل 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 اي سمكة. اوكي اقتل اي سمكة. السمكتين دول اوكي. لحمها في لحم. هاي لا اكسجين. دجاج. دجاج الصحن ممتع. لا انا بعدت عن بيتي. لا اهو. حلو شباب دلوقتي نطبخ ده. اوكي بسم الله. نطبخ هذا البيت. نطبخ هذا المهم. اوكي هنطبخها. اطبخ اطبخ دن دن. لازم نجيب خشبة يا شباب. خشبة. ياه لسه ده خلاص مش مهم. كده كده انا اصلا عايز ادمر ده. في مشكلة كده كده انا عايز ادمر اصلا. دمر خشبة واحدة. عايز خشب خشب مجموعة من الخشب. شباب 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 انا شكلي سنة انا هعيد ابني لان شكل السد ده كان مفيد فعلا. ف ايه اوه لا 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 يا ابن ال هو لا يا كلب يا بقر. اجيب حاجتي يعني اجيبها. ويا ها حلو. انا حلو انا حفر. اوه ها يا لا امشي. اوكي اوف كان وشي كان جدا 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 اتفو عليهم. مهم احنا نعمل بقى نشوي الشوي الخارق. طبعا في ناس بيسألوني يعني في ناس لسه داخلة على لعبة ماينكرافت زي عمر وبيسألني يقول لي يعني اجيب ال بص استنى هقوله بس يعني ازاي انا اجيب الديرت والدايموند وكل حاجة. بص انت يعني انت شوف استنى بس هشغل النور انا بس عشان نشوفه. اوكي اوكي شغل ده. ايه ده شغل ده قصدي بعدها شغل ده. طيب وانت كنت ماشي كده ولقيت ده ولقيت ايرون. استنى انا اول مره اشوف ايرون. لازم اكسره. لما بقى تكسره لازم تكسره بالبيكاكس عشان يجيلك الايرون. لما تكسر الايرون بالبيكاكس هيجيلك. بص بعد ما يجيلك الايرون تروح انت على الفرن ده. بس الناس اللي لسه نخرج على ماينكرافت تروح انت الفرن. استنى روح انت الفرن. اوكي يا عمي البيت البيب يا عمي. اوكي تروح انت الفرن تعملها تحطها. اصبر هو بس بيشوي. اوكي تطلع لك دي تقدر تستفيد منها كتير شباب. تقدر تستفيد منها كتير. وكمان هنشوي الدجاجة دي. اوكي استنى يا شباب. اوكي بس هنشوفها وهي بتشوي. كمان ما تقلقوش ده مش هيولع في البيت يعني. وكمان البيت ده وكمان قالوا اللي فيه تسونامي هيجي على اللعبة. هيجي بعد كام؟ بعد 4 ايام. بعد 4 ايام لازم تحضر التسونامي. اقول لكم حاجه يا شباب انا اروح في الحمام تحت واسيب كل حاجه تروح فوق. يعني مش مهتمة اصلا لو البيت خرب علشان انا اصلا مش الباني. بس انا ههتم قوي لو كان في البيت ده كمبيوتر والله كنت اهتميت كنت شغال. اوكي فرخه اشتاوش اشتوت فرخه نطقك. استنى اوكي يا شباب في خلق سنة. اوكي
دلوقتي ناكل يوم استنى فينش فرخة. اوكي شاب كده كده اروح اي على اي مطعم في السيرفر واخد منه فرخة، مش مهم جدا. اوكي استنى استنى شباب استنوا، انا هنام شوية كده، هسيب الباب مفتوح وانا نايم عشان اي حد يدخل عليا اقول له السلام عليكم. اوكي كيف الاحوال؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله ماشي. انت لسه بقالك انت لسه هنا؟ انا اغسل وشي خلاص خلاص، انا دلوقتي صحيت دلوقتي. دلوقتي كام دقيقة؟ 15 دقيقة. ماشي ماشي بسم الله. هجوم الشجر، استنى الله، نحن لا نحب الشجر هنا يا شباب. انا مش عارف، ما فيش اي حد يجي على السيرفر، يطلع عشان انا بلعب بالليل دلوقتي. الساعة كام؟ الساعة 12. الساعة 12 بالليل يا شباب. اوكي الساعة 12 بالليل يوم الثلاثاء 2019 شهر 3. انا مش عامل جريمه يعني. اوكي خدنا خشب. اوكي لا هو انا كل دقيقه، استنى يا شباب مين بياكل دقيقه في الصبح؟ بياكل سمكه قصدي. ايه يلا انت شكلك عايز سمكه صح؟ خد عايز تتمتعوا بيها. اوكي سمكتي هموتك في يوم من الايام. اوكي كنا عايزين نعمل ايه؟ فهمت. كنا عايزين نعمل نحلل الخشب. اوكي بسم الله شباب، انا هعمل حاجة بالخشب، حاجة واحدة بس. اوكي لا اوكي بسم الله هعمل حاجة بالخشب. انا نسيت يا شباب انا اعمل ايه. المهم ان انا احتفظ بالخشب ده في... شباب انا افتكرت. هاتوا السمكة يا بعض، مهما قرب مني امر اخد السمكة. لا 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 بليز، عندي اطفال يا شباب. يلعن عم شكلكم. يا عم انا تعبت على الحاجات دي، الحاجات دي مش بجيبها من مجان يعني، انتم يا زومبي بتجيبوها بالمجان انتم. انا غير هات الريشة دي وهات دي ودي. حلو جبت عظمة. بون دي مستحيل كان. نحط يا شباب الحاجات اللي احنا مش مهتمين بيها. نحط دي، استنى نحط دي ونحط دي، نحط الريشة، نحط ده، نحط ده، نحط ده، نحط ده. فين السمكة؟ شباب فين السمكة؟ مهما حصل مش هاخد سمكتي. ماشي ورقي سنة لسه فيه يا شباب، لازم اخد سمك. ايه هي لا لازم اخد سمك، لازم اخد سمك. ياه يا بقر يا كزم. لا في سمكة اهي، في سمكة. ماما تعالي تعالي الى موتك. رحت فين؟ لا لا يا كلبة، قسما عظما لوريكي. هشو انا لا لا اكسجين. اوكي هاري كيف فكري يعني فكرة اهو موتك اهو. حلو
دلوقتي هجيب السلمون ده واشوي على النار. يلا ليه كده بنو سد ده عشان نفصل بين ال سنة 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 سنة. سمكة هنا، بسم الله. كده كده مش هخرج في حياتي اصلا، انا فقدت اكتر مما املك. وانا كنت فك كمان يا شباب وصلات الكهرباء والحاجات دي بالايرون. اوكي دلوقتي كام دقيقة؟ اوكي 20 دقيقة. بسم الله. اوكي شوية شوية بس ويخلص الفيديو. حلو، ناكل السمكة قبل ما نخلص الفيديو. يوم 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 يوم. اوكي كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو. تصل الشوكة وتركوا ده غزير لايك. عايزين بقى نوصل 5 لايكات، 5 اهو. اوكي نقفل بس الابواب عشان بس اي زومبي مش م... محدش اي زومبي بيحب يسرق نعمله. اوكي وبس، باي باي.